السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي مع بعض بإذن الله تسجيل الفيديو الأسئلة. إن شاء الله إن شاء الله تكون الأسئلة واضحة وسهلة وما تكونوش محتاجين فيديو أصلا، ولكن يعني هنحاول نعمل اللي علينا. أول حاجة بيقولك إيه؟ The acromion process of scapula، أنهي واحدة من دول؟ رونج. دايما تخلي بالك، يعني أنا دلوقتي أنا عايزة تارجت إن أنت إزاي هتحل وأعلمك إزاي هتحل والأسلوب بتاعي في الحل. يعني أنا لو قاعدة في امتحان مثلا، أول حاجة بعلم على كلمة رونج دي ليه؟ لأن أنا ممكن ما أخدش بالي منها، أو ممكن أقرأها وبعدين أنسى فأروح أختار أي واحدة صح، أنت فاهم؟ فلا، خلي بالك دايما من الحاجات دي وعلم عليها كده هو عايز إيه بالظبط. طيب دي أول حاجة. طيب بيقولك أول حاجة إحنا عايزين الأكروميوم بروسيس، هل الأكروميوم بروسس كونتينوس ويز لاترال اند اوف سكابولار سباين؟ اه والله صح. بعدين هتقوم عامل كده، انت قاعد في الامتحان بقى صح. بعدين از لاترال بوردر از كونتينوس ويز لوور ليب اوف كريست اوف سباين؟ والله برضو صح. جيفز اوريجين تو ميدل فايبرز، ايوه الميدل فايبرز بتاعت الدلتويد كانت بتطلع من الاكروميون وبارت من السباين، انما الانتيريور فايبرز، الانتيريور فايبرز كانت من الكلافيكل، فايوه ايوه يعني هي الميدل فايبر برضو صح. بعدين بيقول لك ايه؟ اوفر هانج ابوف الشولدر جوينت، يعني هو جاي كده عامل جاي فوق الشولدر جوينت، يعني ما هو كان جاي فعلا كده اهو، كان جاي من فوق كده وبعدين تحته الجلينويد كافيتي، مش كان تحته الجلينويد كافيتي فعلا؟ فا والله ايوه صح. بعدين تعالى بقى بيقول لك ايه؟ جيفز اتاتشمنت لللور فايبر بتاعه الترابيزيس، والله مش صح ولا حاجه. ليه؟ لان اللور فايبر بتاعه الترابيزيس دي كانت طالعه من او راح عامله انسرشن في مكان تاني ما كانتش جايه في الاكروميوم بروسيس، لان الاكروميوم بروسيس ده كان بيروح في الميدل فايبر بتاعه الترابيزيس مش اللور فايبرز. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده بيقول لك ايه؟ ميديال روتيشن اوف شولدر جوينت كان بي بيرفورمد بمين من دول؟ تعال نشوف مين. بيقول لك تعال ميديال روتيشن، هل البوستيرور فايبر بتاعت الدلتويد هتعمل ميديال روتيشن؟ والله لا، ده كانت بتعمل اكستنشن. الانفراس باينيتس كانت بتعمل لاترال روتيشن، ده المين اساسا بتاعت اللاترال روتيتور. طيب هل السوبراس باينيتس بتعمل انيشيت ابدكشن من 0 ل 15؟ البكتوراليس ماينور اكيد لا طبعا، ده كانت انتيرور وبتاخد لتحت وتعمل بروتراكشن ومش عارف ايه، ملهاش دعوه اصلا. طيب يبقى كانت مين اللي تسمس زورساي وهتراجع اللي تسمس؟ ايوه والله فعلا هي اللي كانت بتعمل كده. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ انتيرور سيرفيس اوف كلافيكل، جيب اتاتشمنت مين؟ anterior surface of clavicle، فانت ايه بتفتكر الكلافيكل كده وهي جايب المنظر ده. طيب anterior surface of clavicle هل كانت بتيجي في الكراك كلافيكولار ليجامنت؟ الكراك كلافيكولار ليجامنت كان بيجي انسرت تحت في الانفيريور سيرفيس اللي هو كان مليان اساسا الرف اللي كان مليان تعريق ده. طيب دي اول حاجه، حتى كان في امبريشن عليه. طيب استرنوماستويد مصل، الاسترنوماستويد مصل دي فعلا يعني انت احنا ما خدناهاش، هي مش علينا، بس لما نيجي ناخدها باذن الله هتلاقيها جايه من فوق كده وهي مش جايه عامله انسرشن في الانتيريور سيرفيس ولا حاجه. بعدين الكوستو كلافيكولار ليجامنت، يعني لا يعني حاجه بعيد شويه الكوستو كلافيكولار ليجامنت. طيب بكتوراليز ميجور، ايوه البكتوراليز ميجور طبعا، البكتوراليز ميجور كان بتيجي من الانتيريور بوردر بتاع السكابيولا او الانتيريور سيرفيس بتاع الكلافيكال اقصد، وبعدين كانت بتيجي كده للانتيريور سيرفيس برضو بتاع الاسترنم وتيجي من الكوستال كارتليج او الكوستو استرنو، كان ليها استرنو كوستال هيد، كانت بتيجي من الاسترنم والكوستال كارتليج وهكذا بقى، وتنزل وتاخد كمان من الابونيروزس لو فاكر. حتى كنا بنقول ان البكتوراليز ميجور كنا بنقول كانت هي بما انها ميجور فكانت بتاخد الكاس اللي هي طالعه من الكلافيكال، من انتيريور سيرفيس بتاع الكلافيكال، وكمان ده الابونيروزس كانت بتطلع من الاكسترنال اوبليك امنيروزس وده الاسترنو كوستال هيد. حلو الكلام، حلو الكلام. عايز اسرع شويه عشان ما نطولش قوي. وات ماسلز ار نيسيسري تو ريز الارم اباف الشولدر؟ زي ما قلت لك قبل كده، انت عندك عشان تريز الارم اباف الشولدر انت عندك من 0 ل 15 وبعدين من 15 ل 90 وبعدين اكتر من 90. من 0 ل 15 دول مين؟ دي مين؟ السوبراسباينيتس. طيب من 15 ل 90 دي مين؟ الدلتويد. طيب اكتر من 90 مين اللي بيعمل اكتر من 90؟ قلنا قبل كده ان اكتر من 90 دي لازم نعمل روتيشن للسكابولا. بنعملها بمين؟ بنعملها بحاجتين، بالسيريتس انتيريور والترابيزيوس. يعني لو كاتب هنا كان كاتب كمان ترابيزيوس يعني ده كانت تنفع قوي والاجابه كانت تبقى صح قوي. طيب مصل ذات بروتراكت السكابولا از اتاتشد تو، بروتراكت السكابولا يعني ايه؟ يعني بتشد السكابولا لقدام. فبيقول لك مصل بتشد السكابولا لقدام، يبقى اكيد المصل دي جاي عامله انسرشن قدام، فانت بتفتكر مين المصلز اللي كانت بتعمل بروتراكشن للسكابولا. فبيجي في بالك
mainly two muscles. مين mainly two muscles دول؟ السيريتس انتيريور والبكتوراليز والبكتوراليز ماينور. يبقى البكتوراليز ماينور والسيريتس انتيريور دول اكتر اتنين هيجوا بالك وانت اول ما تقرا كلمه بروتراكشن. ليه؟ لان هما الاتنين اللي قدام. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب البكتوراليز ماينور كانت راحه ماسكه فين؟ في الكروكويد بروسس. فهو بيقول لك انهي واحده من دول. طب والسيريتس انتيريور كانت ماسكه في الانتيريور سيرفيس بتاع الميديال اسبكت بتاع الاسكابولا. مش الاسكابولا عامله كده؟ مش الاسكابولا عامله كده؟ عامله كده. وده الميديال سيرفيس الانتيريور اسبكت بقى. تمام تمام. طيب بيقول لك هل هي ماسكه في الكروكويد بروسس؟ اه والله البكتوراليز ماينور ماسكه في الكروكويد بروسس. طب ما نكمل كده، ممكن نلاقي حاجه. الدورز الليب اوف ميديال بوردر اوف اسكابولا، هو عايز يحدف لك الكلام على السيريتس انتيريور، ولكن السيريتس انتيريور ماسكه في الفنترال ليب. يعني ايه الفنترال ليب والدورز الليب؟ الدورز الليب دي يعني ماسكه في الاسكابولا من ورا، يعني البوستيريور سيرفيس. انما احنا لا، لان احنا قايلين دورزال يعني بوستيريور، ولكن هي لا، هي ماسكه في الفنترال. الفنترال اللي هو الانتيريور سيرفيس. يبقى دي لو السيريتس انتيريور. ابر ليب اوف كريست اوف سباين، ده انت بعيد خالص ولا اي حاجه من دول. لوور ليب اوف كريست، ولا برضه انت بعيد خالص. لاترال بوردر اوف سكابولا، ده هي الميديال بوردر اصلا لو قصدك على السيريتس، بس انت جبت لي الكوراكويد لانك انت قصدك على البكتوراليز ماينور زي ما احنا عارفين. طيب بيقول لك ذس ماسل از اتاتشد تو ميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل. ميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل، تعال نفتكر مع بعض كده واحده واحدة. تعال الميدل ثيرد اوف ذا كلافيكل اصلا كان عليه تحت امبريشن كده او جروف كده اسمه سب كليفيان جروف. ده كان بيجي يدخل من فيه السب كليفيس، فاكيد السب كليفيس. انما الاسترنوماستويد لا، استنى بس كده اما اجيب لك الاسترنوماستويد اللي عملنا لنا خيالة دي اهي. تعالى دي الاسترنوماستويد او الاسترنوكليدوماستويد. الاسترنوماستويد جاي من ماستويد، يبقى جاي منين؟ الماستويد بروسيس. الماستويد بروسيس ده الانسرشن بتاعها. طب الاورجن بتاعها منين؟ تعال استرنو جاي من الاسترنوم وجاي من الكلافيكل، ولكن الميديال اسبكت بتاع الكلافيكل انهي بارت في الميديال اسبكت؟ لما تيجي تبص كده اهو، بص قدامي، ده الابر سيرفيس بتاع الكلافيكل. من الابر سيرفيس بتاع الكلافيكل الميديال اسبكت، الميديال ثيرد كده. يبقى الميديال ثيرد اهو، ميديال ثيرد اوف كلافيكل، الابر سيرفيس كمان. حلو الكلام، حلو الكلام. يبقى احنا كده عرفنا الاسترنوماستويد دي. تعالى نرجع تاني، بيقول لك هل هي اتاتشد للميدل ثيرد؟ لا، احنا قلنا الميديال، هي في الميديال يعني اللي جوه مش الميدل. الميدل ده اللي هو في النص. طيب كانت فوق في سؤال بتقول لك ايه الاسترنوماستويد، هل هي في الانتيريور سيرفيس بتاع الكلافيكل؟ لا، ده احنا سائلين ان هي في السوبيريور من فوق. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالى نكمل، احنا كنا فين؟ احنا كنا هنا اهو في الميدل سيرد زي ما قلنا بقى السب كليفيس. البكتوراليز ميجور، البكتوراليز ميجور لا، ده يعني بتبقى واخده برود سيرفيس كده وناحيه ميديال اكتر. هل الترابيزيوس؟ لا، ده صباح الفل، ده اللاترال اصلا، وهكذا. طب الاسترنو هيود دي؟ لا، بعيد شويه، يعني هي مش مهم دلوقتي، مش مهم تعرف هي، مش عليك هتختارها ازاي يعني. Which of the following is innervated by the dorsal scapular nerve؟ يعني نيرف بقى اجابه بتبقى واضحه، مش عايزين ايه، مش عايزين كلام بقى. طيب بعد كده بقى Which of the following best describes the action of pectoralis minor؟ pectoralis minor دي اول ما تشوف، ما تفتكر pectoralis minor بتفتكر هي جايه منين وراحه في ايه فين، بتفتكر ان هي جايه من الربس كده وراحه على الكروكويد بروسيس. طيب يبقى هي جايه من تحت وقدام، تحت وقدام. يبقى لما تشد تعمل ايه؟ لما تشد تعمل ايه؟ تعمل بروتراكشن، بتعمل بروتراكشن لانها قدام، وتحت بتعمل ايه؟ بتعمل بتعمل بروتراكشن برضو. وتعال نشوف هو بيقول لك ايه. استابيلايزيشن او استابيلايز الاسكابولا، او بتعمل ديبريشن للاسكابولا كمان. تمام، بيقول لك استابيلايز الاسكابولا باي دروينج ات انفيريورلي وانتيريورلي. اهي انفيريور وانتيريور، انفيريور اللي هو ديبريشن وانتيريور اللي هو بروتراكشن. يبقى هما الاثنين دول فعلا، لان هي تحت وقدام. تحت يبقى انفيريور، يبقى بتشد لتحت بتعمل ديبريشن. طب وانتيريور يبقى بتعمل بروتراكشن. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بعدين بيقول لك وينجينج اوف سكابولا. وينجينج اوف سكابولا يعني معروف ده بتاع اللونج ثراسك نيرف اللي هو بتاع السيريتس انتيريور، يعني هو مؤكدين عليه. طيب بعدين ابيشنت كانت ريز الترانك الكلايمبنج. احنا قايلين من المسلز بتوع الكلايمبنج، قايلين في اتنين بتوع الكلايمبنج، البكتوراليز ميجور واللاتسمس. حلو حلو، بس يبقى باراليسز للاتسمس. ما تكملش اقرا، يعني الموضوع بسيط يعني. ويتش اوف ذا فولوينج ماسلز اتاتشز تو كوراكويد بروسيس؟ بس ده احنا هارينها من الصبح عمالين نتكلم عليها يا راجل. طيب ذات الترابيزيوس attached to which of the following region of the clavicle؟ الترابيزيوس، الترابيزيوس جايه في اللاترال بارت بتاع الكلافيكل زي ما خدنا. كان ليها anterior fibers هي اللي كانت راحه ماسكه في الكلافيكل، وميدل فايبرز هي اللي كانت راحه ماسكه في الاكروميوم بروسيس وكده، وكان ليها lower fibers مالناش دعوه دلوقتي اللي هي كانت راحه ماسكه في اللور ليب وكده، ولكن هي الانتيريور فايبرز بتاعتها كانت راحه ماسكه في اللاترال سيرد بتاع الكلافيكل. يبقى قشطه كده الاجابه معانا. طيب بعد كده ترابيزيوس ماسل، الترابيزيوس ماشي، مالها الترابيزيوس؟
originate from internal occipital, لا external occipital protuberance. يعني انت وانت ماشي كده اهو يبقى دي غلط ماشي. inserted into lower border of crest of spine of scapula, inserted into lower border of crest of spine, لا دي كانت ال upper border. طيب it can depress the scapula, ايوه اللور فايبرز بتاعتها فعلا بتعمل depression للscapula. the trapezius muscle is supplied by trapezius, بس ده nerve supply, فاكيد يعني مش محتاج ان انا اشرح لك حاجه. all the muscles attached to bicipital groove, قايلينها 100 مره اي مصل اتاتشد للبايسيبيتال جروف بتعمل ادكشن وميديال روتيشن, فالاثنين دول اللي هو بي وسي ماشي ماشي. طيب قايلينها 5000 مره, مين اللي ما كان ماسك اساسا في البايسيبيتال جروف ده؟ سؤال ليكم. الطلب تمام, تيرس ايه واللاتسمس ايه والبكتورياليز ماشي, البكتورياليز البي فوق ماشي. طيب بعد كده muscle that rotate the scapula upward is attached to, هما كانوا اتنين اللي بيروتيتر السكابولا upward المسؤولين اساسا عن الاليفيشن اوف الارم اباف البتاع اباف 90 اللي هو اكتر من 90, كانوا مين؟ كان السيريتس انتيريور والترابيزيوس ماشي. بيقول لك هل هي ماسكه في الفنترال لوب اوف ميديال بوردر اوف سكابولا؟ ايوه ده انت كده قصدك على السيريتس انتيريور, يبقى قشطه يبقى انا معايا صح. طب هيجي يقول لك في الدورز الليب, احنا لسه مغلطين الدورز الليب فوق, اللاترال بوردر اوف اكروميوم بروسس, لا ده كانت لو هنا قصده بقى على الترابيزيس, هنا قصده على الترابيزيس, انت محضر ان انت لسيريتس انتيريور لترابيزيس ماشي ماشي, وعملت السبعد بقى. هنا بتقول لي ان انت قصدك على الترابيزيس, ولكن الترابيزيس مش ماسكه في اللاترال بوردر, ده ماسكه في الميديال بوردر. لاترال بوردر اوف سكابولا, لا برضو هي لو انت قصدك على السيريتس انتيريور فهي في الميديال بوردر. لور ليب اوف كريست اوف سباين, لا الكلام ده مش موجود, ده هو في الابر ليب. طيب السوبراس باينيتس ماسل اللي هي اش انيشيت ابدكشن من صفر الايه, من صفر ال15, يبقى معانا الاجابه دي صح, بنروح ندور عليها على طول. الاكزيلاري نيرف بيغذي مين؟ بيغذي اتنين, بيغذي الدلتويد وبيغذي التيرس ماينور. فتعال نشوف هل هي بيغذي المصل من 0 ل 15, لا من 0 ل 15 دي سوبرا سباينيتس مش معانا, بالسوبرا سكابولار نيرف. طيب مصل ذات ابدكت من 15 ل 90, والله الدلتويد يبقى دي صح. مصل ذات فورم ذا راوندد كونتور, والله دي الدلتويد فدي صح, يبقى انت الاجابه معاك ان انت بي وسي صح. حلو الكلام, حلو الكلام. طيب بعد كده احنا ان شاء الله مش مطولين على حاجه. ريجاردنج ذا دلتويد مسل, الدلتويد ماشي اللي بتعمل الكونتور, اللي بتعمل اللي لها انتيريور فايبر وميدل فايبر وبوستيريور فايبر, انت اول ما تدخل على السؤال بتقول كده على طول. اتس ميدل فايبر ادكت الارم, اتس ميدل فايبر ادكت, لا ده ابدكت, ابدكت بتبعد من 15 ل 90. اتس بوستيريور فايبر فليكس, البوستيريور اي بوستيريور اكستن, بتعمل اكستنشن يا عم صباح الفل. طيب اتس موتور نيرف ارايز فروم لاترال كورد اوف ريكال, بقول لك احنا ما اتكلمناش عن الحته دي اصلا, فانا يعني ما هي اساسا بتغذى بالاكزيلاري نيرف صباح الفل ماليش دعوه. اتس باراليسيس ريزلت ان فلات شولدر, والله قايلينها الحته دي. طب والباراليسيس بتاعها بيحصل امتى؟ لما نضرب الاكزيلاري نيرف, والاكزيلاري نيرف بتضرب فين؟ الاكزيلاري نيرف بتضرب عند السيرجيكال نيك بتاعه الهيومرس. حلو الكلام, حلو الكلام. طيب بعد كده اليفيشن اوف ارم اباف ذا هيد, نفس الفكره اللي احنا قايلينها من شويه, الترابيزيوس والسيريتس انتيريور. اوعى تعمل الغلطه اللي انا كنت هعملها دلوقتي, اول ما لقيت الترابيزيوس راح اختار, بس بكمل لقيت بكتوراليز ماينور, لا صباح الفل الترابيزيوس والسيريتس ايه anterior ماشي ماشي. ذا سيريتس انتيريور مصل مارك السيريتس انتيريور, انت بتفتكر على طول اللي كانت طالعه ب 8 ديجيتيشن اللي كانت بتروح في الفنترال اسبيكت اوف ميديال ليب اوف السكابولا. حلو الكلام, حلو الكلام. ودي اللي كانت بتعمل بروتراكشن, انت بتفتكر كل ده اول ما تدخل عليها, ايوه كانت بتتغذى بمين كل الكلام ده. طيب اما ندخل يبقى هي دي, هو عايز الانسيرتد في الانتيريور اسبيكت, انتيريور اسبيكت هي الفنترال ليب, ما هو فنترال هو انتيريور, دورزال هو بوستيريور اوف ميديال بوردر اوف سكابولا, بس كده يبقى احنا جبناه. حلو حلو. مصل فليكس الارم, عايزين مصل فليكس الارم, فهنعدي على المصلز كلها. البكتوراليز ميجور دي طالعه من قدام, والحاجات اللي بتعمل اللي بتبقى طالعه من قدام بتعمل فليكشن, والله صح. طيب تيرس ميجور, تيرس ميجور دي طالعه من ورا هتعمل اكستنشن. طيب بوستيريور فايبر اوف دلتويد طالعه من ورا هتعمل اكستنشن. ترايسبس بروكيال, ترايسبس اساسا دي اللي ورا, وكانت اللونج ايد بتاعتها بتيجي تعدي فكانت بتاد في الاكستنشن, والله لا. براكيالز مصل, براكيالز مين يا عم صباح الفل. تمام فانت هيبقى عندك البكتوراليز ميجور. حلو حلو. واتش the following is true in respect to trapezius, على الترابيزيوس بنتكلم على الترابيزيوس. طيب it is innervated by dorsal scapular nerve, بص هو نيرف فلا صح لا غلط, فغلط على طول ماشي ماشي. طيب ايه تاني بقى؟ طيب it's superior fiber retract, retract superior fiber هتعمل retraction صباح الفل, اكيد غلط. it's middle fiber elevate, يعني انت هتقعد تعكس وتخيلني, تخلي بالك هو كاتب لك انهي فايبر مع انهي وظيفه, لا هو عاكسهم لك هنا. it's inferior fiber retract, برضه
برضو مش الكلام ده يعني، الميدل فايبر هي اللي بتريتراكت زي ما احنا عارفين. طيب السوبيريور والانفيريور هما الاثنين بيعملوا ابورد روتيشن؟ اه والله هما الاثنين بيعملوا ابورد روتيشن. يبقى احنا كده خلصنا الـ 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 الكلام عن الترابيزيوس. ونخلي بالنا برضو ان هو في حته النيرف، يعني هو بيقول لك هنا النيرفيتد بالدورز السكابولار نيرف، لا احنا عارفين ان هو السباينال اكسسوري، فانا يعني ما حبيتش اقوله بس يعني افتكرت دلوقتي ان انا لازم اقوله عشان ايه لو حد هيسمع تاني فالمعلومه توضح. سباينال اكسسوري، سباينال اكسسوري ماشي. بعد كده ذا سكابولا اون وان سايد اوف بيشنت از لوكيتد فيرزر فروم الميد لاين، يعني ايه عند الميد لاين اهو، والمفروض ان السكابولا اهي، السكابولا المفروض اهي تمام، السكابولا بعدت عن الميد لاين، فيا ترى مين اللي اتضرب فالسكابولا بعدت عن الميد لاين؟ اول ما حد هيفكر هيروح يختار لي انجري لونج ثراسك نيرف ويقول لي ليه، لان السيريتس انتيريور هي اللي اتضربت وحصل وينجينج اوف سكابولا. صباح الفل، وينجينج اوف سكابولا يعني السكابولا، السكابولا بعدت عن الثراسك وول، يعني اترفعت لفوق، حصل إليفيشن، ولكن هي لسه في مكانها في الميد لاين، عند قريبه من الميد لاين، على نفس المسافه من الميد لاين عادي تمام. يبقى تاني لو اتضربت السريتس، لو اتضربت السريتس فيدوب هيحصل جاست إليفيشن للسكابولا، جاست إليفيشن، ولكن مش هتبعد بعيد. انما مين اللي كان جاي من هنا كده اهو، كان جاي من هنا كده اهو وماسك السكابولا كده ومثبتها في الميد لاين ومثبتها في الثراسك وول كمان، ولكن كان اكتر مثبتها في الميد لاين، اللي كان عامل كده اللي هي كانت الرومبويدز، وبالتالي لما يحصل باراليسز على الرومبويدز فالسكابولا تخلع وتبعد بعيد عن الميد لاين. حلو الكلام، يبقى ده انجري للرومبويدز، وبما ان انت قلت لي اون وان سايد فانا هختار برضه اون وان سايد. طيب ذا ترابيزيوس ماسل از سبلايد باي، لسه قايلها لك فوق، السباينال اكسسوري، فمش عايزين كلام كتير. طيب ابدكشن، ابدكشن اوف هيومرس تو رايت انجل، يعني ايه تو رايت انجل؟ الزاويه قايمه يا راجل 90. طيب از دان باي ذا كابلنج اكشن اوف، لحد ما نوصل ل 90، فاحنا عندنا من 0 ل 15 وعندنا من 15 ل 90، وروح اختار انت بقى عشان انا زهقت من النقطه دي. طيب ذا هيومرس كان بي روتيتد لاترالي، لاترال روتيشن للهيومرس، لاترال روتيشن، كان مين اصلا الجماعه اللي بيعملوا لاترال روتيتور؟ كانت المين لاترال روتيتور هي الانفراسباينيتس، انفراسباينيتس كانت المين لاترال روتيتور. هل السبسكابيولاريز؟ لا، السبسكابيولاريز اصلا كانت بتعمل ميديا روتيشن تمام، السبسكابيولاريز كانت بتعمل ميديا روتيشن اوف ذا ارم اصلا. طيب وايه تاني، مين تاني؟ السوبراسباينيتس من 0 ل 15 بس بقى، البكتوراليز بتعمل فليكشن وبتعمل ميديا روتيشن، التيريس ميجور لا نفس الكلام، مش ايه مش معانا دلوقتي، لان زي ما احنا عارفين التيريس ميجور اصلا بتروح تدخل في البايسيبيتال جروف، مش هي كانت من طلب تمام، فبتروح في البايسيبيتال جروف، واي حاجه في البايسيبيتال جروف بتعمل ايه؟ بتعمل ادكشن، ادكشن، ادكشن ها، فطالما هتعمل ادكشن فخلاص مش معانا. حلو الكلام، حلو الكلام. ماسل ذات بروتراكت، بروتراكت، بروتراكت السكابولا، يعني ايه بروتراكت؟ بتطلعها لقدام، فاحنا عايزين ماسل من قدام. قلنا اول ما نقول بروتراكشن نفتكر السيريتس انتيريور والبكتوراليز ماينور. حلو الكلام، حلو الكلام، وندور عليهم الاثنين. كان نفس السؤال ده فوق وكان على البكتوراليز ماينور، وكنا مختارين كوراكويد، كانت عامله انسرشن في الكوراكويد. طب تعالى نشوف هنا بقى، هل في كوراكويد؟ مفيش كوراكويد. تعالى ندور بقى على اي حاجه خاصه بيهم. بيقول لك ماسكه في الفنترال ليب اوف ميديال بوردر اوف سكابولا، ده انت كده قصدك على السيريتس انتيريور، يبقى صح. طيب انا اخترتها صح، لازم اتاكد من الباقي لان ممكن اكون انا غلطان في حاجه او قارئ حاجه غلط. هل في الدورز ليب؟ لا، يبقى ده غلط. الابر ليب اوف كريست، ما فيش الكلام ده، فبتطير وانت ماشي. طيب ذا سوبرا سكابولار نيرف سبلاي مين؟ السوبرا سكابولار نيرف كان بيدخل يسبلاي اثنين ماسلز، مين الاثنين ماسلز دول؟ السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس. طيب بيقول لك ايه، ماسل انسيرتد انتو ابر امبريشن اوف جريتر تيبرستي اللي هي السوبرا سباينيتس، ايوه في الميدل امبريشن اللي هي الانفرا سباينيتس برضو، ايوه. طيب ماسل ذات بروديوس لاترال روتيشن، لاترال روتيشن، لاترال روتيشن، ايوه الانفرا سباينيتس بتعمل لاترال روتيشن، ده هي المين. طيب المين لاترال روتيتور يعني. طب ماسل ذات انيشيت ابدكشن، انيشيت ابدكشن اللي هو السوبرا سباينيتس، ايوه. يبقى انت كل الفكره ان انت كاتب فوق كده، اول ما شفت السوبرا سكابولار نيرف كتبت هنا الاثنين، كتبت فوق كده الاثنين دول السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس، وبدات تختار على اساسهم، لقيتك ان انت بتختار كل حاجه فلقيتك على all of the above. تمام تمام. طيب بعدين بيقول لك ايه الاسترنوكلافيكولار جوينت، تعالى يبقى ده احنا كده هنبدا بقى فين في المحاضره ماشي. ماله الاسترنوكلافيكولار جوينت؟ قال لك الاسترنوكلافيكولار جوينت ده هل هو فايبرس جوينت سينوفيال جوينت از سبورتد باي كوستوكلافيكولار ليجامنت؟ والله لان احنا كنا بنقول ان الاسترنوكلافيكولار جوينت سبورتد بالكوستوكلافيكولار، انما الاكروميوكلافيكولار جوينت، الاكروميو اللي هو ما بين الاكروميون والكلافيكل، ده كان سبلايد باي بالكراكو كلافيكولار ليجامنت. حلو الكلام، حلو الكلام. هل هو بتوين الكلافيكل والاسترنم ادز انجل اوف لويس؟ انجل اوف لويس دي اللي هو فين؟ تعال انت عندك هنا، انت عندك هنا، هو كان عند المانوبيرم، المانوبيرم
تمام، المانيوبريم اهي، مانيوبريم استرناي تمام، ودي الانجل اوف لويس تحت اهي، انجل اوف لويس تحت اهي، وبعدين مكملين بالبادي بتاع الاسترنوم ده البادي، وبعدين دي الزيف استرنوم. يبقى دي اجزاء الجرافطه اللي هي مين، اللي هي الاسترنوم، دي الانجل اوف لويس. هل الكلافيكل او الاسترنو كلافيكولار جوينت كان بيجي هنا؟ لا، ده هو كان بيجي من فوق كده، بيجي من فوق كده، وحتى كان بيعمل كمان ايه الفيرست ريب كان بيدخل فيه، او الفيرست استرنو اللي هو الكوستال كارتليج، الفيرست كوستال كارتليج كان بيدخل فيه، ولكن هو ما كانش بيبقى عند الانجل اوف لويس. الانجل اوف لويس اللي تحت دي، لا الانجل اوف لويس بعيده، هو كان بيبقى فوق فوق خالص عند المانيوبيرم من فوق. ماشي ماشي. طيب بعد كده بيقول لك ايه تاني، بيقول لك احنا كنا فين دلوقتي، انا نسيت. سبورتد باي اكروميو كلافيكولار ليجامنت، زي ما قلنا لا ده الاكروميو كلافيكولار ليجامنت مش معانا هنا. وبعدين سبورتد باي الكراكو كلافيكولار ليجامنت، الكراكو كلافيكولار ده اللي كان بيسبورت الاكروميو كلافيكولار. طيب وان اوف ذا فولوينج از اتاتش تو لاترال بوردر اوف سكابولا، لاترال بوردر بره بره. طيب الرومبويدز دي اصلا ميديال بوردر، انت بتتخيل شكلها، كنت بتتخيل مثلا ان السكابولا اهي، كان في سكابولا هنا وسكابولا هنا تمام، والرومبويدز كان بتبقى هنا فبتبقى في الميديال بوردر. هل الليفيتور سكابولي كان بتيجي برده عند الميديال بوردر؟ هل التيرس ماينور؟ اه والله التيرس ماينور كان بتطلع من اللاترال بوردر، حتى التيرس ماينور كانت بتطلع من اللاترال بوردر من فوق، انما التيرس ميجور بتطلع من اللاترال بوردر من تحت. السيريتس انتيريور ميديال بوردر. ماشي ماشي. طيب ريجاردنج ذا تايبس اوف جوينتس اوف ابر لمب مارك 1 كوريكت، ايه بتاع من ده، يبقى عايز كوريكت، عايز كوريكت، عايز صح الجوينتس بتاعت الابر لمب. طيب ذا شولدر جوينت از بلين، بلين ايه يا عم، ده بولن سوكت يا عم، صباح الفل. ذا سوبيريور راديو النر جوينت، السوبيريور راديو النر جوينت ماشي، از بولن سوكت يا عم ده صباح الفل. السوبيريور راديو النر جوينت ده اللي هو كان ايه، بيفوت، اللي كان بيسمح بالروتيشن ميديال واللاترال روتيشن، اللي هو السوبينيشن والبرونيشن يعني. طيب الاكروميو كلافيكولار جوينت بلين، اه والله بلين، والله حصل، كان الاكروميو كلافيكولار كده، كانوا جايين الاكروميو والكلافيكل، كانوا الاثنين عاملين قصاد بعض كده، فكنا بنقول ده ساينوفيال ايه بلين. طيب الالبو جوينت بيفوت، لا الالبو جوينت مش بيفوت، الالبو جوينت كان هنج، انما اللي كان بيفوت هو الراديو النر جوينت. طيب الريست جوينت هل هو هنج؟ لا مفيش الايه الكلام ده. طيب ذا دلتويد ماسل سيلكت ذا بيست انسر، انسر صباح الفل، انسر ايه، انسر يعني قرحه، قرحه لو خدتوها لو قابلتكم في مكان، انسر اللي هي قرحه، بريجر ألسر، كرح الفراش، مش مهم. الدلتويد مصل سيلكت ذا بيست انسر، تعال ارايز فروم الاسترنوم، الاسترنوم استرنوم صباح الفل، من الاسترنوم دي، لا الكلافيكل، كلافيكل وبعدين اكروميان ونكمل كده، بس دي كلافيكل. انسرتد انتو دلتويد تيبروستي، اكيد صح، بعدين بس لازم تكمل. انيرفيتد باي راديال نيرف اكزيلري، اتس ميدل فايبرز انديوس لاترال روتيشن، الميدل فايبر بتاعتها اللي بتعمل اب دكشن من 15 ل 90، اتس انتيريور فايبر اكستند اند ميديال اكستند، الانتيريور فايبر الحاجات من الفرونت هتعمل اكستنشن، بتعمل فليكشن، صباح الفل، حلو حلو. طيب بيقول لك المين لاترال روتيتور هرناها من الصبح انفراس باينيتس. طيب ذا ليسر تيبروستي اوف هيومرس جيفز اتاتشمنت لمين، الليسر تيبروستي، انت بتفكر كده الليسر تيبروستي بتاع الهيومرس، ماشي الليسر تيبروستي بتاع الهيومرس ده كانت الوحيده اللي بتدخل فيه السبسكابيلاريز، انما الجريتر تيبروستي، تيبروستي مش تركانتر، ماشي 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 مش هتكلم، انما الليسر، انما الجريتر بقى كان بيمسك فيه السوبرس باينيتس والانفراس باينيتس والتيرس ماينور بالترتيب، انما التيرس ميجور دي كانت من الطلب اللي بيروحوا فيه البايسيبيتال جروف. ماشي. which of the following is true in respect to acromio clavicular، acromio clavicular joint، حلو الكلام حلو الكلام. بيقول لك ايه الاكروميو كلافيكولار جوينت، اول ما تفتكره كده تفتكر اللي هو اللي كان بلين جوينت، اللي كان بيسبورتد بالكراكو كلافيكولار ليجامنت، كل الكلام ده حلو حلو. طيب هل هو سادل جوينت؟ قلنا بلين. سترينسد باي كراكو هيومرال، مفيش الكلام ده، ده كان بالكراكو كلافيكولار ليجامنت. سبلايد باي لاترال ثوراسيك ارتريز، يا عم اللاترال ثوراسيك ارتريز ايه اللي هيجيبها هنا اصلا، اللاترال ثوراسيك ارتريز دي لما نيجي ناخد الارتريز باذن الله هتلاقيها حاجه ايه جوه شويه، ملهاش دعوه بالمكان هنا، بس هناخدها يعني في الارتريز ما تقلقش. ات از سبورتد باي كراكو كلافيكولار، والله صح، يبقى خلاص كده احنا صح. وهتكمل بقى يعني هتلاقي اللي بعدها غلط. وين ديسلوكيتد اتس اوفن ريفيرد تو از سيبريتد شولدر، بالله عليك سيبريتد شولدر من الاكروميو كلافيكولار جوينت؟ لا سيبريتد الاكروميو كلافيكولار جوينت مش ده اللي بيكون الشولدر، اللي بيكون الشولدر الجلينو هيومرال جوينت، فلو كان جلينو هيومرال جوينت كان هو اللي يبقى سيبريتد شولدر مش اكروميو كلافيكولار جوينت. طيب which of the following muscles is inserted في الجريتر تيبروسي؟ قلنا ثلاثة، تمام تمام، من واحده من ثلاثة قلنا الثلاثه مين، السوبرس باينيتس، انت بتكتب كده اول ما تدخل في الامتحان بتقول جريتر تيبروسي، انا معايا ثلاثة، قبل ما تبص على الاجابات انا يعني انا بقول لك انا ما كنت بعمل كده، انا بحل كده، وبالمناسبه انا ما بقولكش ان انا
حد عادي او حد اللي هو اي كلام، لا انا برتب، كنت برتب في دفعتي، فاللي هو خد من حد ثقه. طيب اول ما تيجي عند الجريتر تيبرستي تقوم قايل لا انا عندي السوبرا سباينيتس، عندي الانفرا سباينيتس، عندي تيرس ماينور، ماينور مش ميجر، فتروح تدور تلاقي تيرس ماينور تقوم واخدها على طول، ماشي، تقوم واخد التيرس ميجر. عشان انا عارفاك، انا دايما كنت بغلط الغلطات دي، اللي هو انت عارف اللي هو مفيش حد في الدفعه غلطها بس انا غلطتها مع اني عارفاها. طيب السوبرا سباينيتس مصل، السوبرا سباينيتس دي اول ما تفتكرها اللي هي كانت بتروح في الجريتر تيبروستي في الابر فصه او امبريشن بتاع الجريتر تيبروستي، وكان بتنيشيت ابدكشن، تلاقي انيشيت ابدكشن تروح تختارها على طول. طيب هل هي جايه طالعه من الانفرا سباينس فصه، من السوبرا سباينس انسيرتد في الابر امبريشن اوف ليسر تيبروستي؟ لا ده في الجريتر تيبروستي، اتس تندون بس اباف ذا شولدر جيردل، اباف الشولدر جيردل، هي كان اباف الشولدر جوينت فلا. بعدين سبلايد باي سابسكابولار، سابسكابولار نيرف، لا فسابسكابولار نيرف مين، سوبرا سكابولار نيرف، حلو الكلام. ويتش مصل ار انرفيتد باي اكزيلاري نيرف، قلنا هنقوم عاملين كده، هنقوم قايلين ديلتويد وتيرس ماينور، تيرس ماينور، وبعدين ندور عليهم فنلاقي ديلتويد وتيرس ماينور نروح نختارهم. طيب ان شاء الله ما نطولش عشان انا هبط. ذا فولوينج مصل كان ابدكت، ابدكت انت محضر الجماعه السوبرا سباينيتس الديلتويد السيريتس انتيرير والترابيزيس، فتلاقي منهم السوبرا سباينيتس فتروح تختارها على طول. طيب ريجاردنج السراكو دورزال نيرف مارك قال لك انت اول ما تفتكر السراكو دورزل تقول لي السراكو دورزل ده كان بيغذي مين، تمام؟ فتحضر في دماغك كده وتقوم قايل لي السراكو دورزل ده كان بيغذي اللاتسمس دورساي. طب وتقوم محضر معلومتين عن اللاتسمس، تقوم قايل اللاتسمس دي اللي هي كانت ورا في الظهر من ورا وكانت كبيره كده وكانت واحده من بتوع الكلايمبنج، فكمل كده اتس سبلاي. والله صح. طيب وتكمل سبلاي السيريتس انتيريور، لا ما فيش الكلام ده، سبلاي السكن اوف دورزل سير، ماليش ده ما خدتش سكن اصلا. طيب ايه تاني، سبلاي للساب كليبيوس مصل، لا ده نيرفتو ساب كليبيوس، سبلاي الرومبويد مصل، الرومبويد مصلز دول اللي كان بيروح لهم النيرفتو رومبويدز اللي هو اسمه دورزال سكابولار نيرف، فلا فمش السراكو دورزال، وبرده كانت فوق ان هو مصل تانية سيريتس انتيريور دي اللي كانت اللونجوس راسك، فلا هو ما بيغذيش الحاجات دي. ان ريسبكت تو موفمنت اوف ارم ات ذا جلينو هيومرال جوينت، جلينو هيومرال جوينت ده اللي هو الشولدر جوينت، ويتش اوف ذا فولوينج موفمنت از كوركتلي بيرد ويز اتس برايم موفر، برايم موفر يعني الحركه الاساسيه، الحركه الاساسيه بتاعه المصل، تمام. طيب بيقول لك اكستنشن دلتويد، لا الدلتويد مش كلها بتعمل اكستنشن، كانت البوستيرور بس، فبيقول لك البوستيرور، والله انت صح، خلاص الدنيا صح. بس تكمل بقى احتياطي بقى، هل ابدكشن البكتوراليز ميجر، البكتوراليز ميجر دي من الفرنت، واي حاجه من الفرنت بتعمل ايه، بتعمل تساعد اكتر في الابدكشن، مش ابدكشن ولا حاجه. طيب ادكشن دلتويد، ادكشن دلتويد، فما محددلكش انهي بارت من الدلتويد، فمش هتقدر ان انت تختار. طيب بعد كده بقى بيقول ايه، بيقول تعالى نكمل، واساسا الدلتويد يعني ما كانتش مكتوب من الوظائف بتاعتها ادكشن، يعني الانتيريور فايبر حتى كانت بتعمل فليكشن وفليكشن وميديا روتيشن وميديا روتيشن، فانت لا يعني ادكشن ما قلناش، ما جبناش سيره الدلتويد في الادكشن. ميديا روتيشن انفرا سباينيتس ده المين، لاترال روتيتور يا راجل، اللاترال روتيشن سابسكابيلاريز، لا ده كانت بتعمل ميديا روتيشن يا راجل برده. طيب بعد كده ريجاردنج الدلتويد مصل مارك one correct statement، قالك regarding الدلتويد مصل، فانت بتفتكر الدلتويد، هل الميدل فايبر ادكت؟ لا ده ادكت من 15 ل 90، اتس بوستيرير فايبر فليكس وميديا روتيت، بوستيرير فايبر هات فليكس يعني صباح الفل، ده احنا قايلين بوستير اي بوستيرير اكستند على طول. الموتور نيرف ارايز فروم لاتر، ده السؤال ده احنا حليناه من شويه باين، يعني انا حاسه ان احنا حليناه من شويه صح، ايوه صح. بص انا اول ما هلاقي ارقام فخلاص انا مش حله، يعني انتوا هتحلوها انتوا، هو عايز مين الدلتويد بس يعني 15 90 ماشي ماشي، مش هتكلم، انتوا دكاتره اصلا فاهمين انا عارفه. از ريجارد الدلتويد مصل، الدلتويد مصل برضو ما احنا لسه متكلمين، احنا قاعدين نتكلم على الدلتويد من ساعتها، اكيد اللي هي عامله الراوند شولدر برضو السؤال ده احنا حالينه. ميديا روتيشن اوف شولدر جوينت كان بي بيرفورمد باي ميديا روتيشن، ميديا روتيشن ايوه ميديا روتيشن للشولدر، تعال بوستيرير فايبر بتاعه الدلتويد اكيد لا، بوستيرير فايبر مين اللي هتعمل ميديا روتيشن، مفيش الكلام ده. انفراس باينيتوس المين لاترال روتيتور، انا مش هقعد اغني كتير. التيرز ماينور، التيرز ميجر اقصد، ميجر لو ماينور اكيد مش مهم، لو التيرز ميجر دي واحده من الطلب، الطلب كان بتعمل ايه ادكشن وميديا روتيشن، ماشي هو عايز ايه ميديا روتيشن، صح يبقى تريز ميجر، انت بتفكر كده، انا بقول لك انا لو بفكر في امتحان
تمام. طيب السوبراس باينيتس ابدكشن، فاكيد مش ميديا روتيشن. البكتوراليز ماينور، البكتوراليز ماينور دي اللي كانت قدام وتحت، فتعمل ديبريشن وتتعمل ايه تاني، وتعمل بروتراكشن. ماشي، ما فيش الكلام ده بقى. ذا اكزيلاري نيرف انرفيت ويتش ماسل، الاكزيلاري نيرف، ان اكزيلاري نيرف تقوم عامل كده تيرس ماينور والديلتويد، هو عايز منها مين؟ تيرس ماينور بس. ويتش نيرف انرفيت ا ماسل ذات ابدكت شولدر، من 15 ل 90. 15 ل 90 دي مين اللي بيعملها؟ الديلتويد. الدلتويد ده بيتغذى مين؟ الاكزيلاري. الاكزيلاري ده بيتضرب فين؟ عند السيرجيكال نيك بتاعت الهيومرس. حلو جميل. ليجن اوف اكزيلاري نيرف كوز ليجن اوف اكزيلاري نيرف، الاكزيلاري نيرف بيغذي مين؟ تيرس ماينور والدلتويد. تقريبا الدنيا بتمطر، يلا اللهم صيبا نافعا، تعال ادعوا لي. المهم التيرس ماينور والدلتويد، الدلتويد لو اتضربت، هو عايز ليجن، هنضرب الدلتويد وهنضرب التيرس ماينور. طيب لما نضرب الدلتويد نعمل ايه؟ نعمل فلات شولدر. ماشي، بالمناسبه التيرز ماينور لو اتضربت فيه بتعمل حاجه كده، ان انت ما تقدرش ان انت تعمل اكسترنال روتيشن لايدك، اكسترنال روتيشن ان ابدكشن. تمام، ف انت مش فاهم حاجه صح؟ يعني مش مهم اللي هي لاترال روتيشن، يعني ما تقدرش تعمل لاترال روتيشن لايدك في الابدكشن. يعني ايه وانت عامل ابدكشن ما تقدرش تعمل؟ بص اكتب كده عندك، ان التيرس ماينور لو اتضربت ما بتقدرش تعمل لاترال روتيشن ان ابدكشن. الحركه دي انت عارف ايه؟ ان انت تجيب ايدك كده، ان انت تجيب، انت واقف اهو وتجيب ايدك كده، هي الحركه دي، هي دي اللاترال روتيشن ان ابدكشن. فالتيرس ماينور لو اتضربت فما بتقدرش تعمل الحركه دي، ان انت ترفع ايدك لكده. الحركه دي بقى مش مهم، اعرف بس ان انت ما بتقدرش تعمل الحركه دي وخلاص. واتش اوف ذا فولوينج از ترو ريجاردنج الروتيتور كاف انجري، الروتيتور كاف اللي هو السوبراس باينيتس انفراس باينيتس، الكلام ده كله. طيب بيقول لك ايه؟ انجري اور ديسيز مي دامج ذا روتيتور كاف كوزنج انستابيليتي اوف ذا اكروميو كلافيكولار جوينت. اكروميو كلافيكولار جوينت، صباح الفل، هي مالها بالاكروميو كلاف اصلا؟ ماشي. سوبراس باينيتس سندون از موست كومنلي تورن، والله صح، كان صح، السوبراس باينيتس كان اكتر حاجه بتتقطع فيها، وحتى كانت اكتر حاجه بتتاثر فيها هي الابدكشن، ابدكشن، لان السوبراس باينيتس هي اكتر حاجه مسؤوله عن الابدكشن. التيرس ميجور تيكس لونجست، التيرس ميجور مالها اصلا بالروتيتور كاف؟ الروتيتور كاف تيرس ماينور، معلش تيرس ميجور. ذا انجرز اوكير وين ذا ماسلز بول اواي فروم زير اوريجين اون اكروميان. يا عم احنا هو الكلام مش فاهمينه اصلا، يعني ماشي هو مش فاهمينه، يعني هو كبير عليكم ففاكس. acute tears are common in young person، اهم حاجه احنا خدنا بتاعتنا وخلاص، ودي اللي مكتوبه عندنا. ماشي، بس هي يعني خلي بالك الاكيوت تيرز دي يعني الحاجات اللي هي الايه، الحاجات الشارب، الحاجات الصعبه، فما بتبقاش في اليونج الحاجات بتبقى عند الدنيا بتبقى عندهم قويه اكتر، فما القطع والحاجات الصعبه ما بتبقاش فيهم، بتبقى في الناس الكبار، لان الدنيا بتبقى ويك خالص. ماشي. طيب بعد كده ذاكراكو براكياليز، الكراكو براكياليز اسيست ان، الكراكو براكياليز دي واحده من الفليكسورز بتوع الفور ارم، تمام، لان كان من الكراكو براكياليز والبايسبس والجماعه دول، انما الترايسبس ورا، فهي فليكشن اوف ذا ارم. حلو الكلام. طيب بعد كده ايه تاني؟ بعد كده ذا فولوينج ازنت بريزنت ان انتيرير كومبارتمنت اوف ارم، زي ما قلنا الانتيرير كومبارتمنت اوف ارم في البايسبس، في الكراكو براكياليز، في البراكياليز، اكيد ما فيش في الترايسبس، دي في البوستيرير اسبكت، واكيد البريكيال ارتري اللي لما ناخده برده هتعرف ان هو قدام، بس انت لقيت الترايسبس هتروح تختارها، يعني اكيد مش هتفكر في اي حاجه ثانيه حتى لو ما تعرفهاش في وجود الترايسبس. طيب ماسلز سبلايد باي ماسكلوكوتينيوس نيرف، ماسكلوكوتينيوس نيرف، الماسكلوكوتينيوس نيرف ده كان بيغذي مين؟ الماسكلوكوتينيوس نيرف ده كان بيروح يغذي البايسبس والكراكو براكياليز والبراكياليز، بس البراكياليز كمان كان بتاخد راديال نيرف. مش مهم، تعال نشوف هو بيقول لك ايه. لونج هيد اوف ترايسبس، والله ما كان بيغذي الترايسبس ولا حاجه، ده الترايسبس كانت بتتغذى بالريديال نيرف. لاترال هيد اوف ترايسبس، ما قلت لك الترايسبس كلها يا عم بالريديال نيرف، احنا مش جايين نهزر. براكياليز، ايوه البراكياليز كانت بتاخد، ولكن كان معاها الريديال نيرف كمان، بس نخلي بالنا بس. هي صح، بس هي بتاخد، يعني هي نص من الريديال نيرف ونص من الماسكلوكوتينيوس. البريكيو رادياليز، لا البريكيو رادياليز دي بتاعه الفور ارم تحت اصلا، بعدين الانكونيوس، والانكونيوس برده بتاعه الفور ارم تحت برده، وهم
هما الاثنين كانوا بيتغذوا بمين؟ اللي هما الانكونياس والبريكيوراديالز، هما الاثنين كانوا بياخدوا سبلاي من الراديال نيرف. الحاجات اللي تحت دي كانت موستلي من الراديال نيرف، خاصه الاكستنسورز يعني، لان دول كانوا من الاكستنسورز، فكانوا بياخدوا من الراديال نيرف مش من ماسكلوكوتينيوس ولا حاجه. الماسكلوكوتينيوس زي ما قلنا غذا مين. بس كده الدنيا بسيطه باذن الله. اعتقد الاسئله ايه يا عم؟ الاسئله سهله ان شاء الله وبسيطه. واعتقد بإذن الله مش عايزين حاجة، وبس كده. وما تنسوش تدعولي لو استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.